مرحبا، أنا الدكتورة ليال قصير، أخصائية الثدي في مستشفى العبدلي. يمكن تكوني بالبيت وعملتي فحص ذاتي أو بالصدفة حسيتي كتلة بصدرك. ما تخافي، تعي افحصي، لأنه هاي الكتلة على الأغلب تكون حميدة. 90% من الستات اللي بحسوا كتلة بصدرهم بيجوا بفحصوها بتطلع بالفعل حميدة. أغلب هاي الكتل بتكون أكياس مائية، اللي هو أنا بسميه بالون فيه مي، بيبين على الفحص السريري والألتراساوند وبيكون بريء، أو ممكن يكون ليف، أو في ناس بسموه فقر الثدي، كمان هاي كتلة بريئة. وفي كتير ستات بيجوا على العيادة حاسين بكتلة، ولما نفحصهم بنلاقي إنه هاي مش كتلة، هذا جزء من صدرهم أوضح وأيبس من بقية الصدر، بتحسها كأنها كتلة. صدقوني الفحص السريري والتصوير والنتيجة اللي بنعطيك إياها بنفس اليوم رح تريحك. هاي الحالات الثلاثة حميدة، ما بتخوف، ما لها علاقة بالسرطان، ما بتحتاج علاج ولا عملية. فلا تخافي، تعي افحصي، إحنا معك.